برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نروح سريعا لكريس ماكلوجن الصحفي بمجلة نادي ليفربول الإنجليزي عبر الفيديو كونفرنس. هنتكلم معاه عن تفاصيل كتير ليها علاقة بمحمد صلاح ونادي ليفربول. برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. مساء الخير، أشكركم لدعوتي. في البداية حاب أعرف منك رأيك في خسارة نادي ليفربول قدام مانشستر يونايتد وتوديعه الكاس إنجلترا مبكرا من الدور الرابع. طبعا الأمر بالنسبة لنا هو إحباط، لأن ليفربول يخسر أمام مانشستر كان خبر كبير، وكان الإحباط كبير جدا، خاصة وأن يعني هما يعتبروا متنافسين على مدار طويل من الزمن. طيب عايز اعرف برضو من وجهة نظرك ايه اسباب خسارة ليفربول قدام مانشستر يونايتد؟ شفت امبارح ازاي المباراة دي اسباب الخسارة طبعا في كأس الاتحاد الانجليزي. محمد صلاح عمل جونين جمال، ولكن ليفربول كان محتاج ثلاثة على الأقل، وبالتالي المشكلة كانت هو خط الدفاع، لأن طبعا الإصابات، إصابة فان دايك وآخرين برضو أثرت على المباراة. طيب هل الغيابات والإصابات دي ممكن نقول إن هي فعلا سبب تراجع أداء كتيبة يورجن كلوب في الدوري الإنجليزي كمان الموسم ده رغم عروضه القوية وتصدره البطولة في البداية؟ طبعا بالتأكيد، أنا بعتقد أن الإصابات، إصابة فان دايك وكانت مشكلة كبيرة بالنسبة للسيزن ككل، وكذلك أن هم خسروا جون جوميز بسبب الإصابة، كان برضو ده سبب لصعوبة إحراز أهداف. طيب شايف ازاي ان ممكن يتعامل يورجن كلوب المدرب الالماني مع الموقف الحالي لفريق ليفربول من اجل استعاده نغمه الانتصارات الغايبه عن الفريق منذ فتره، وخصوصا ان هو كان بيتكلم وبيقول انه اللعيبه زي ما هي وفي كامل فورمتها وما فيش حاجه اسمها ان بين يوم وليله اللعيبه يتراجع مستواها؟ طبعا الموضوع هو انه عليه انه يخلي الناس تقدر تلعب في المراكز المطلوبه منها، زي صلاح وتياجو، كلهم لاعبين كبار، ولكن المطلوب ان هم يأدوا افضل ما لديهم. طيب هل في عروض رسميه وصلت لاداره نادي ليفربول بخصوص التعاقد مع محمد صلاح؟ على حد علمي ليست هناك عروض حقيقية، هناك العديد من الأحاديث يعني على مجال الميديا، وزينا زيكم في مصر احنا مش عارفين ايه اللي محمد صلاح هيعمله، ولكن مفيش النهاردة عروض انا عرفت بيها انها اتقدمت له. طيب عايز اعرف برضو ازاي الناس في ليفربول وعارفين قد ايه جمهور ليفربول يعني بيحب جدا محمد صلاح ومتعلق بمحمد صلاح، ازاي بيتقبلوا الاخبار او التقارير الصحفيه اللي بتتقال على طول او بتنتشر على طول انه محمد صلاح قرب يمشي من ليفربول؟ محمد صلاح هو الملك المصري في ليفربول، وأحب الناس إلى قلب محبي الكرة، وأداؤه مدهش، وهو طبعا عدد الأهداف اللي حققها في حوالي 113 جول في حوالي 180 مباراة، هو أرقام كبيرة جدا فتفوق توقعاتنا، وبالتالي حب محبي الكرة ليه هو كبير، وأنا بعتقد بالطبع أن الجزء الأكبر من محبي الفريق عايزينه يفضل معنا. ازاي شايف فرصة فريق ليفربول في الفوز احد بطولتي يعني الدوري الانجليزي او كمان دوري ابطال اوروبا الموسم ده، واللي بينتظر ان هو يواجه في دور 16 المقرر انطلاق منافساته يعني نص شهر فبراير المقبل نظيره لايبزيج الالماني؟ الأمر الكبير بالنسبة لليفربول في المسابقة الأوروبية هو أن ليفربول كان دائما ذو صدارة، وفي عام 2020 في النهائي وكذلك في عام 2019 قدم لعب حلو، ولكن النهاردة
الفرق الكبير يجب ان المطلوب ان احنا نشوفه على مدار السيزون ده ربما يتعطل بسبب الكورونا، لان كذلك برضو المشاهدين مش هيقدروا يحضروا المباريات، وانا عارف ان ده هياثر على السيزون ككل مش بس على المباراه دي. وبالتالي انا بعتقد ان من الخبره والقدره التي ممكن يقدمها اللاعبين ممكن ان هي تتخطى توقعاتنا، وبالتالي ممكن يوصلوا للسيمي فاينل او ربما كمان الفاينل. وبالتالي يعني انا بعتقد ان ده امر يتمناه الجميع، وان يفوز بالشامبيونشيب في مباراه امام الاي سي ميلان هو حاجه كبيره جدا نتمناها. طيب هل شايف ان فريق ليفربول بيحتاج ان هو يعقد صفقات في بعض المراكز الفتره اللي جايه علشان يقدر يواصل المنافسه على حصد الالقاب؟ نعم بالتاكيد ليفربول محتاج دفاع وسط مميز، لان فان دايك طبعا النهارده بيتعافى من اصابته ولكنه مش جاهز، وكذلك جوميز هو الان برضو يتعافى ولكنه كذلك مش جاهز، وجوال مرتيب واللي اصيب مؤخرا. بالتالي احنا النهارده عندنا المركز ده مش متغطي، فبالتالي محتاجين سنتر ديفندر دفاع وسط مميز عشان نقدر نشوف تاني يعني مباراه كويسه، لان اللي شفناه قدام مانشستر امبارح كان مش افضل يعني، كان بيورينا قد ايه الصعوبه اللي لدى النادي في هذه المراكز. بشكرك جدا كريس ماكلوجن الصحفي بمجله نادي ليفربول الانجليزيه. نروح لفاصل ونرجع نكمل برنامج السادسه.